إلى مأساة مشروع رياضي كان قد أعد يعني من أجل الشباب في مدينة الكوت، ولكن للأسف هذا المشروع خرج عن سياقه الطبيعي وتحول إلى شيء آخر. المدينة الرياضية في مدينة الكوت بمساحة 136 دونما كانت ستنشأ، وخصص هذا المبلغ من وزارة الشباب والرياضة أكثر، طبعا المبلغ أكثر من 400 مليار دينار، علما أن مجلس محافظة واسط نفذ حملة لإزالة الدور السكنية المتجاوزة على هذا المشروع، كان هذا عام 2014 ولا يزال متواصلا إلى الآن. لكن للأسف مشروع المدينة الرياضية في الكوت كيف حاله اليوم؟ أصبح المشروع مكانا لرعي الأغنام والأبقار والكلاب السائمة. نحن الآن في الطريق إلى المدينة الرياضية في واسط. هاي المدينة الرياضية واسط، مدينة رياضية تحتوي على ألعاب العاقول وألعاب الجيت، كل أنواع الألعاب موجودة. مدينة رياضية متكاملة في واسط. هاي بوابة الأولى، هاي البوابة الأولى، ها هاي المدينة الرياضية، ديش بوابة ثانية، ديش بوابة ثالثة، ديش بوابة الرابعة، بوابة الخامسة، بوابة السادسة، بوابة السابعة، سبع بوابات. شيلوا كانت هنا عوائل فقيرة تسكن هاي المنطقة، شيلوهم على مود يسوون المدينة الرياضية اللي هي تتكون من مزروعات قدامكم، مزروعات طبيعية.